حضور الدين في الحياة حضور ما زال فاعلا. الآن كم عدد الأديان في العالم؟ الأديان الحية، وإلا في أديان انتهت. الأديان الحية الآن في العالم كما تقول موسوعة أكسفورد 4200 ديانة. طبعا في ديانات هامشية وصغيرة، هذه الأديان اللي موجودة في عالم اليوم. طبعا هذه الأديان مختلفة في عدد المؤمنين بها وعدد أتباعها. بعض هذه الأديان كالمسيحية مثلا يؤمن فيها 31% وكسر من سكان المعمورة. الإسلام مثلا يؤمن بحدود 25% من سكان المعمورة. الهندوسية 15% وكسر من سكان المعمورة. بعض الأديان أديان كبرى، وبعض الأديان محدودة جدا، أتباعها عددهم قليل جدا. أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يعتنقون المسيحية والإسلام، طبعا على اختلاف فرقها ومذاهبها وتنويعاتها المختلفة. اللي يؤمنون بالأديان هؤلاء أتباع الأديان، لكن قد يقول قائل أنت تذكر لنا أرقام، هذه الأرقام مو واقعية، لأن المؤمنين بالإسلام شقد، المؤمنين بالمسيحية شقد. أيضا هذا الرقم أنقل من مصدر موثوق وهو جريدة الجارديان البريطانية، وهذا الرقم منشور سنة 2018، رقم حديث يعني مو قديم. المؤمنين بالأديان، هذا الرقم اللي راح أذكره أكيد راح يدهش بعض اللي يعتقدون أن الدين أصبح إكسباير، انتهى وقته وانتهى كل شيء. المؤمنين بالأديان الآن في العالم حسب الجارديان 84%. طبعا هذا رقم كما تعلمون أيضا، وهي نفس طبعا هذا معتمد على مركز أبحاث أمريكي، يعني جارديان نقلت هذا الرقم عن مركز أبحاث أمريكي ونشرت هذه المعلومة يوم 4/9/2018. وهذا المركز متخصص بالإحصاءات الديموغرافية. فإذا عدد المؤمنين بالأديان ما زال عدد هائل، بل إن هذا التقرير نفسه يشير إلى أن هذا العدد في نمو وتزايد، مو في تراجع مثل ما يحسب البعض. ظهرت دعوات في القرن 19 كما تعلمون على يد فيورباخ، اللي يعتقد أن الإله هو مخلوق بشري وهو يمثل شكل من أشكال اغتراب الإنسان بتعبيره عن نفسه، لأن الإنسان أراد له نموذج ومثال كامل فصنع هذا الإله، فهو اغترب الإنسان عن ذاته بوجود هذا الإله الموهوم. أو قول نيتشه، قول المعروف أن الله مات مثلا، وغيره أيضا من مفكرين معروفين. وكان يعني تفشت أجواء في الغرب وحتى في الشرق، يعني في النصف الأول من القرن العشرين وفي منتصف القرن العشرين، أنه كأن خصوصا في وسط النخب الثقافية أصبح الدين من الماضي. أنا أتذكر سنة 73 كنت طالب في بغداد، كانت دورتنا في وقتها 220، ما كان عدد المصلين إلا يعني من تجاوز 10 بين السنة والشيعة. حتى كنا من صوم رمضان نلتقي في غرفة واحدة من غرف القسم الداخلي، وكانت عندنا بنت واحدة محجبة، وهذه البنت المحجبة أخيرا أيضا خلعت الحجاب. شقد ما كان أكو ضغط عليها من شدة ما كان الجو كله ضد الدين والتدين. خافية بتيد الحجاب حجة. بصراحة أيضا كنا مورد، فضلا عن أنه كنا مورد لملاحقة الأمن، كنا مورد أيضا للسخرية. أنا شخصيا تعرضت أكثر من مرة للسخرية من قبل مثلا بعض الفتيات، فضلا عن جماعة الاتحاد الوطني اللي الكبار منكم يعرفون سطوتهم بالجامعات يوم ذاك. أشو الدين بعدين رجع بهذا العراق نفسه اللي كنا به غرباء، وانتقم لنفسه
وانتقم لنفسها مع الأسف الشديد بطريقة عبر عنها بشكل فاشي في داعش بلونيها. طبعا داعش يعني كل أشكال العنف اللي أنتجها التدين بوجهه الشيعي والسني، أنا لا أستثني أحد.